تقول اليوم أنه أنتم أيضا تريدون معرفة مدى صحة الخبر الذي قرأته قبل قليل أنه تنوون إقامة دعوة ضد السيد برزاني على خلفية الدعوة لدى المحكمة الاتحادية. الشق الثاني ما يقدمه الاتحاد الديمقراطي الكردستاني من مسوغات للدعوة، يقول أن هنالك فئات كردية تسمى بالأقليات قد همشت وحرمت من الانتخابات، وهو يطالب بحقهم. ما رأيكم بها ما يسوق الآن؟ نعم، يعني نحن في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب تأكدنا على الالتزام بالمدة المقررة لإجراء الانتخابات في 10 من حزيران، وقلنا نتصدى لأي محاولة لتأخير الانتخابات أو تأجيلها بطرق القانونية. إذا كان هناك مجال للدعوة للطرق القانونية فريقنا القانوني سيدخل في هذه الطرق لإجراء الانتخابات، ونعتبر انتخابات استحقاق قانوني ودستوري، وليس بإمكان أحد تأجيلها أو تأخيرها، لأن مدد الزمنية بالنسبة للانتخابات في العراق وفي أي منطقة أخرى في العالم يجب أن يلتزم به. عندما ينتخب المواطن ممثله في مؤسسة دستورية وشرعية كبرلمان أو مجلس المحافظة لمدة زمنية محددة هو 4 سنوات، يعني فليس يعني تتفقون مع الديمقراطي الكردستاني على أهمية ضمان حقوق الأقليات الكردية ودخولها بالانتخابات تعدل حتى تقام الانتخابات؟ تتفاعلون مع هذا المطلب أم لديكم اعتراض؟ يعني نحن أول من اقترح تمثيل المكونات، نحن لا نقول أقليات، المكونات هو مكونات مهمة من شعب كردستان، التركمان والمسيحيين والآشوريين والإزيديين والمكونات الأخرى. نعم. يعني هو من اقتراح الرئيس الراحل إمام جلال لمشاركتهم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في إقليم كردستان. واليوم لدينا مقال لأحد ضباط المتقاعدين التركمان، هو في مجلة المصد عندنا هنا في مكتب الإعلام للاتحاد الوطني الكردستاني، أشر عليها بالتفصيل دور الرئيس الراحل إمام جلال في بروز دور وإعطاء الأهمية للمكونات في إقليم كردستان. هو بأحد التركمان هو الشاهد بالشهادة على دور الاتحاد الوطني الكردستاني في تنمية دور المكونات في المشاركة في الحياة السياسية. طيب. في إقليم كردستان. ولأكمل هذا أستاذ نجم، نعم، بما يخص قرار المحكمة الاتحادية يعني إنهاء دور المقاعد المكونات في برلمان كردستان، نحن في شكوانا ما طالبنا بإزالة المقاعد المكونات، نحن نعم. طالبنا بإنصاف. هناك قصرت المقاعد الكوتا على محافظتي أربيل ودهوك، لكن هناك في سليمانية مكون كبير من المسيحيين وتركمان في مناطق قرميان وكفري، ونريد وطالبنا بأن يكون هناك إنصاف في التعديل في توزيع مقاعد المكونات ليشمل المحافظات السليمانية وقرميان. إذن المسيحيين في سليمانية منذ زمن الشيخ محمود الحفيد أحد وزراء حكومته كريم علك، هو من كبار خيرين في سليمانية في زمنها، والآن موجودين ولهم دور فعال في حياة الاجتماعية والسياسية في سليمانية، وأحد الذين قدموا الدعوة يطالب بحقهم هو مواطن مسيحي من سليمانية.